أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم الخامس من نوفمبر 2001 قراراً باعتبار يوم السادس من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية. وأوضحت الأمم المتحدة أنه على الرغم أن البشر يحصون دائماً خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من المدن وسبل الحياة، تبقى البيئة في كثير من الأحيان ضحية غير معلنة للحروب، حيث يتم تلويث آبار المياه وإحراق المحاصيل وقطع الغابات وتسميم التربة وقتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية. مضيفة أنه من هذا المنطلق تم إطلاق اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب.